أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان البحث هو تحليل محتوى دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام في ضوء البناء اللغوي والقيم التربوية. ملخص البحث: يعد تحليل محتوى من أساليب البحث العلمي، فهو الأداة العلمية التي تمكن الباحثين من استخدامها في المجالات البحثية المتعددة. فعندما يكشف الباحث عن محتوى نص معين وهو يظهر مضامينه، فهو يجيب عن أسئلة البحث التي قد طرحها سلفاً في مشكلة البحث، وعندها تتجلى معاني محتوى النص المراد تحليله وتتضح دلالاته، مما يسهل عملية معرفة مقاصده المختلفة سواء كانت لغوية أو تربوية أو غيرها. وهذا البحث هو محاولة لكشف المدلولات اللغوية ومضامين القيم التربوية لبعض الألفاظ والتراكيب في دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام من طريق تحليل محتوى الدعاء ووصفه. فكان في ثلاثة فصول وخاتمة بأبرز النتائج. تناول الفصل الأول مشكلة البحث وأهميته وهدفه وحدود البحث ومنهجه وتعريف المصطلحات. أما الفصل الثاني فتناول الخلفية النظرية والدراسات السابقة. أما الفصل الثالث فتناول تحليل دعاء عرفة في ضوء البناء اللغوي والقيم التربوية، وهو صلب البحث. مشكلة البحث: من المعروف أن النصوص الأدبية والدعائية نسيج من العلاقات المتشعبة، فهي تخفي عوالم وأسرار جديرة بالاكتشاف، وكلما كانت هذه العوالم والأسرار مثيرة لاهتمام القراء في مختلف الأزمنة والأمكنة إلا واكتسب النص مزيدا من الحيوية والأصالة. ومن هذا المنطلق، النص الأصيل حتى وإن كان مغلاً في القدم فهو يستهدفنا ويوقظ في دواخلنا ردود أفعال. ولعل تحليل محتوى الموضوعات ومنها الأدعية من الخطوات الأساسية والمهمة لكل نتاج، إذ إن محتوى الموضوعات تتبين فاعليته وتتحقق أهدافه من طريق تفكيك عباراته وبيان مضمونها من خلال جميع مستويات اللغة، سواء على المستوى الصوتي أو الصرفي أو النحوي أو الدلالي، ومدى وضوحه وملائمته للمتلقي. مما تقدم تتجلى مشكلة البحث في الكشف عن مكنونات دعاء عرفة للإمام الحسين، إذ انطلق الباحث ليحلل نماذج من كلمات وتراكيب دعاء عرفة لغويا ودلاليا، مقتصرا في ذلك على بيان المعاني للمفردات فيه، ثم التعريج على أبرز اللفتات التربوية مستعينا بالمصادر اللغوية والدلالية ومصادر تعرضت لشرح الدعاء المبارك. أهمية البحث: إن شرح وإيضاح وتفصيل عبارات أي دعاء لها الأثر الكبير على الفرد عند قراءته لأي دعاء، وبالتالي يستحضر الحالة الروحانية والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، وهو الغاية من قراءة الدعاء، فضلا عن أنها تعبد. فهم معاني الدعاء توصل الفرد والإنسان إلى معرفة مضامين هذا الدعاء، توصل الإنسان إلى الخشوع والتذلل
وبالتالي هو استجابة، يعني طريق لاستجابة الدعوات. هدف البحث تحليل، الهدف الأول تحليل دعاء الإمام الحسين دعاء عرفة في ضوء البناء اللغوي، والهدف الثاني في ضوء القيم التربوية. هناك تعريف للمصطلحات، تحليل المحتوى ودعاء عرفة والبناء اللغوي والقيم، وهناك أيضا في الفصل الثاني تحليل، يعني تعرضت فيه لمعنى تحليل المحتوى وأثريت البحث في مضامين هذا الموضوع أو هذا المفهوم وأهمية هذا المفهوم، وبالتالي تطرقت أيضا إلى أهمية الدعاء في حياة الإنسان. أيضا تطرقت إلى مفهوم القيم التربوية، وهناك أيضا دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع أيضا، لكن من جانب آخر. الفصل الثالث وهو ما يعني في صلب البحث وهو تحليل محتوى الدعاء، طبعا فقرة من الدعاء، لأن تعرفون أن الدعاء طويل وكبير، ويعني كل لفظة وكل جملة وكل تركيب يحتاج إلى تفصيل، فيعني لربما الدعاء يحتاج إلى مجلدات للتعريف في المصطلحات والتعريف بالمضامين التربوية الموجودة في هذا الدعاء. تعرضت إلى الفقرة الأولى من هذا الدعاء، ألا وهي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، الحمد لله الذي، أو للإمام في الدعاء، الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع، وهو الجواد الواسع، فطر أجناس البائع وأتقن بحكمته الصنائع، لا يخفى عليه الطلائع ولا يضيع عنده ولا تضيع عنده الودائع. الفقرة الأولى يعني الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع. تطرقت إلى معنى الحمد لغويا ومعنى القضاء أيضا لغويا، ثم عرجت على معنى هذا المقطع الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع. فافتتح الإمام الحسين عليه السلام دعاءه بالتحميد لله تعالى وحمده والثناء عليه، وذلك لجماله، لجلال الله سبحانه وتعالى وجماله وعلو شأنه، لما ألهمنا من نعم كثيرة فلا بد أن نشكره، لأن قضاءه نافذ ولا يرد ولا يعطل، وفيه إشارة إلى قوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا يعني المعنى اللغوي، وبعدها معنى التركيب، وبعدها الالتفات التربوية. فيرى الباحث أن لهذا الجمع بين الحمد ودفع القضاء ما هو إلا جنبة تربوية، وهي التسليم المطلق والرضا الكامل لحكم الله وقضائه. وهذا التسليم والرضا لا يسميان بهذه التسمية ولا يوصفان بهذه الصفة ما لم يصحبا بالحمد لله سبحانه وتعالى. فلا بد للفرد المسلم أن يلهج بحمده تعالى، وأن يكون مبتدأه ومنتهاه الحمد لله في كل شيء وعلى كل حال. وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام ولا لعطائه مانع، أيضا تعرضت لمعنى العطاء ومعنى المنع، وأيضا إشارة إلى معنى هذه الجملة، إذ في هذا الفقر انتقل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلى لطيفة أخرى من لطائف هذا الدعاء، وهو طلب العطاء من الله سبحانه وتعالى بدون أن يأتي بصيغة الأمر كقوله اللهم أعطني،
بل ذكر كيفية العطاء الذي يعطيه الله لعباده بدون أن يمنع ذلك أحدا. أما الجنب التربوي في هذه الفقرة، يرى باحث أن ثمة قيمة تربوية في هذه الفقرة، وهي الإيمان بالله، الإيمان بأن الله تعالى هو المعطي المطلق الذي لا تنفذ خزائنه ولا ينضب عطاؤه، وهو مقسم الأرزاق، ولكل منا رزقه المحتوم، ولا يمكن لأحد أن يمسك هذا الرزق أو يمنعه عن الآخر، ما دام رب العزة قد كتبه لصاحبه المعين. ولعل هذا الإيمان يعطي نوعا من الطمأنينة القلبية التي تجعل صاحبها يعيش حالة من الهدوء النفسي، ولا يعيش إرهاصات وألم العوز الذي قدره الله له لحكمة ما. انتقلت بعدها إلى الفقرة الأخرى، فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع، أيضا الالتفاتة اللغوية، وبعدها الالتفاتة التربوية أو القيمية. يبين الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن خلق الإنسان وغيره من الموجودات التي يشاهد بعضها الإنسان ولا يشاهد البعض الآخر منها، فقد خلق الله الأشياء بأن قال لها كوني فكانت، وأما الكائنات الحية فقد أراد الله أن يجري فيها الأسباب، أن يجري فيها الأسباب التي تصدر عنها، فجعل من طبيعتها التزاوج. وعندما ترى هذه الحركات والسكنات في هذا الكون مما نشاهده في أم أعيننا، يأخذنا العجب العجاب، أما ما لم نره فهو أجناس كثيرة لا تحصى ولا تعد، ويخلق ما لا تعلمون. الفقرة الأخيرة من هذا المقطع من دعاء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لا يخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الوداع. اللفتة أو الجنبة اللغوية، يخفى الطلائع لا تضيع الودائع، ومن ثم الالتفاتة التربوية، إذ يرى الباحث أن القيمة التربوية في هذه الفقرة أو الفقرة تتمثل في أن الله تعالى رقيب علينا ومطلع على ما تضمره أنفسنا، فلا بد للفرد أن يراقب نفسه وأن لا يعمل عملا إلا وقد تذكر بأن الله تعالى يراه. وثمة إشارة من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله لا تضيع عنده الوداع، وهي بأن الله تعالى حافظ لنا ولأعمالنا، لا يظلم عنده أحد يعمل عملا صالحا، وذلك مصداق لقوله تعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وقوله تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أما نتائج وخاتمة البحث، فمجموعة نتائج منها أن الدعاء هو سلاح المؤمن، وبه يتقرب إلى الله تعالى، وبه يتوسل إليه في قضاء حوائجه ونيل مراده. احتواء دعاء عرفة على مضامين لغوية ودلالية لا يمكن حصرها ببحث تضيق به الأوراق، وخصوصا إن الباحث قد تناول مقطع صغير من الدعاء يحتوي مجموعة فقرات، فكيف بالدعاء كله؟ كثيرة هي المضامين والقيم التربوية التي احتواها الدعاء، فلا غرو في ذلك، إذ إن من مرامي الدعاء هو تربية الفرد المسلم. احتوى الدعاء في فقراته المبحوثة على قيم، منها التسليم المطلق لله والرضا الكامل لحكم الله وقضائه، والإيمان بعطاء الله تعالى، وكذلك أن يستشعر المؤمن التواضع لله تعالى والتأمل بما خلق الله تعالى، وأيضا مراقبة المؤمن لنفسه وإيمانه بأن الله تعالى لا يضيع أجره. هذا ما جادت به قريحة الباحث، وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
دكتور علاء جزاه الله خير في شرح الأدعية أنا أثني عليه أن شرح الأدعية عملية مهمة جدا وتربوية، ومن باب أنه كلام الأمة عليهم السلام هو كلامكم نور كما ورد في بعض الزيارات، لكن أيضا أقول المقدمة التي ذكرها الباحث قد تستغرق كثير من الوقت بحيث تغيب عن السامع النقطة المركزية للبحث. مثلا عندما ينقسم البحث إلى ثلاث يعني أبواب ويكون الباب الثالث هو مركز النقاش، لابد أن يختصر الباحث الأمرين الأولين بشكل ثم يدخل في صلب الثالث والنتائج حتى يعني يستفيد الأخوة من الذين ممن قد لا يحصلوا على تمام البحث بعد الجلسات. جهد موفق للأخوة الأعزاء، وأسأل الله تعالى لهم وللجميع الموفقية، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عمار المحاولي، اختصاص علم القرآن، كلية الإمام الكاظم. لدي فقط مداخلة مع الدكتور علاء عبد الله بقضية الدعاء. نعم، الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالدعاء وضمن لنا الاستجابة، لكن هذا الدعاء له مقدمات، ومن تلك المقدمات هو السعي، أنني أجلس في البيت وأدعو وأدعو، في النتيجة لا توجد هنالك نتائج، فهذا الدعاء يحتاج إلى سعي، والله سبحانه وتعالى قد بينه في النص القرآني، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فإذا جانب الدعاء لابد أن يكون هنالك سعي في تحصيل ما يراد أو تحصيل المراد. شكرا جزيلا. حياكم الله. شكرا.